في ذات السياق، قال سعادة المهندس سامي عبد الله بهزاع وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد إن جسر الملك حمد سوف يكون أحد العوامل المساهمة في تحقيق الرؤى الاقتصادية في البلدين. جسر الملك حمد إن شاء الله سيكون يعني أحد العوامل اللي ستساهم في تحقيق الرؤى الاقتصادية في البلدين. هذه الرؤى طبعا فيها تنمية اقتصادية، اجتماعية، مالية، صناعية، سياحية. فلنجاح هذه الخطط التنمية في القطاعات كلها يعني يستلزم وجود شبكة مواصلات، وشبكة مواصلات تكون قوية ما بين مراكز الانتاج أو الأسواق والمجتمعات المتنوعة. فبعد الله يسلمكم مثل ما تفضلت، بعد 2017 تم تعيين استشاريين لدراسة الأساسيات المتعلقة بالجسر. الأمور المالية، التكاليف، التشغيل، والحمد لله تم الانتهاء منها وأثبتت الدراسات كلها ضرورة إنشاء أو توجه لإنشاء الجسر. والآن الله يسلمك احنا نضع إن شاء الله أول خطواتنا للبدء في إجراءات التنفيذ إن شاء الله.